هقول كلمة لمرشحين نادي الصيد المحترمين، ان الانتخابات ما هيش حرب. الانتخابات مجموعة من الناس عندهم حب العمل التطوعي للنادي اللي بيحبوه. كل اللي بطلبه من المرشحين يعني ان احنا نبقى حريصين جدا على بعض، وان احنا نلتزم دايما بالاصول في المعاملات والتصرفات، لان زي ما بقول دي مش حرب كده، يعني كلنا اعضاء في النادي، وبعد الانتخابات ما تنتهي هنرجع تاني نقعد مع بعض، يعني كلنا اسره واحده واصدقاء. استلمت المجلس الحالي دوت ب 38 مليون ضرائب و22 مليون جنيه في خزينه النادي. طبعا كان لزام علينا ان احنا ازاي نقدر نوفق 38 مليون ضرائب مستحقه للي. مستحقه و22 مليون سابها المجلس السابق لينا. بدون شك كانت عمليه صعبه جدا، لان انا مرتباتي في الشهر 17 مليون اساسا. يعني كنا بنفكر ازاي نجيب موارد للنادي ان احنا نقدر يعني ندفع لعنينا من التزامات قادمه، وكانت التزامات كبيره جدا. طبعا المصيبه اللي جت في مشكله الكورونا السنتين اللي جم دول اثروا علينا جدا، لكن انا بقول لاعضاء النادي السيد المحترمين، النادي مش مديون لحد، ما عليهوش التزامات لا داخليه او خارجيه، بدليل ان دافع مرتباتي على مدار الاربع سنين 800 مليون جنيه دافعهم. فالنادي مش مديون لاي جهه كانت نهائي، بل بالعكس مفيش عليها التزام لحد الا الضرائب. طبعا الضرائب دي عاده موجوده، يعني التزام على كل مصر وكل المصريين، واحنا دفعنا منها جزء كبير.